في حصة النهاردة هندرس ازاي التحنيط بيتم بشكل عملي، وازاي بنحضر الموميا لعملية التحنيط، وازاي بنضيف عليها المواد اللي تخليها تحافظ على نفسها سنين وسنين، وايه الالات والعدد اللي بنستخدمها في عملية التحنيط. ايه ده؟ هما راحوا فين؟ يعني بدل ما يغم عليهم جوه خدوها من قصرها وقالوا يسقطوا في المادة دي اسهل. ها؟ خوافين؟ ده انا داخل مدرسة بيت الحياة مخصوص علشان المادة دي. انا مش متخيلة نفسي هقف قدام موميا بتتحنط. اللي مشوا دول خسروا كتير، العالم كله نفسه يعرف اسرارنا في التحنيط وهم بيهربوا من الدرس. انا بحب الاسرار. واحنا هنحنط النهاردة ايه بالظبط؟ اسرار التحنيط كلها في الكتاب ده، ورثته عن جدي 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 حابو نبت الاول الكاهن الاكبر. ومفيش نسخة تانية من الكتاب ده؟ فيه، لكنه منشال في مقبرة الكاهن الاكبر، واللي لا يمكن اي مخلوق يوصل له هناك، لانه محطوط في خزنة ومفتاحها معايا انا، وبنتوارثه ابا عن جد. الفراعنة بتؤمن بالحياة بعد الموت وبالحساب وبالثواب والعقاب، ولما الروح ترجع تلاقي الجسد سليم. في رحلة الحساب لازم يكون الإنسان صالح، ما بيحملش في قلبه أي سيئة ارتكبها. يا حيواجه العذاب. وإحنا هنحنط إيه دلوقتي؟ هنحنط تمساح. هو إحنا ممكن نحنط حاجة غير الإنسان؟ طبعا، قطط، كلاب، تماسيح. أول حاجة في عملية التحنيط هي الحصة خلصت. لو نلاقي فكرة تانية للتحنيط أبسط من اللي بيحاول يعلمها لنا الكاهن حابو سناب، طريقة ممكن نستحملها. ما نسيبونا بقى من السيرة دي. ممكن. هاي يا سنوحي، شفت يا حبي؟ أهو ممكن نتكلم في حاجة تانية غير التحنيط. ممكن نلاقي فكرة تانية. فكرة عبقرية، هنحنط بيها جسم الحيوان بمنتهى السهولة من غير أي معاناة. إزاي يا سنوحي؟ ايه اللي بيخلي الجسم يتلف؟ الميكروبات والجراثيم اللي في الهواء بتخليه يتلف. لو عزلنا الجسم عن الهواء هيفضل زي ما هو. مش فاهمة. انا فهمت، نخترع مادة ندهن بيها الجسم كله، نعزله عن الهواء ونمنع اي ميكروبات انها تقرب له. صح، في عندك مواد زي كده؟ طبعا، 3 دقايق والاختراع يكون جاهز. مين هيلعب معايا قطة وبطة وجعران بني؟ بتبصولي كده ليه؟ أنا تقريبا خلصت المادة العزل. طب يلا نعرض الفكرة على الكاهن حابو. مش نجرب الاختراع الأول؟ يبقى هنحتاج حاجة نحنطها. أنا ماليش نفسي أتحنط دلوقتي. أنت هتخدمي العلم والبشرية خدمة كبيرة يا تيتي شيري. هو أنا يوم ما اشترك معاكم في تجربة تحنطوني؟ إحنا بس طمعانين في الفار اللي بتربيه عندك في البدروم. فرفور؟ انسوا، ده هرب خلاص. لو الكاهن حابو سناب وافق على الاختراع ده هيكون انجاز علمي خطير. بس كان لازم نجربه الاول. هو يجربه ويقول لنا النتيجه. المفروض انكم تكونوا نايمين دلوقتي. ما قدرناش ننام من غير ما نعرض عليك اختراعنا الجديد. اختراع؟ اختراع ايه؟ مادة شمعية، لو دهلنا بيها الجسم ينعزل عن الهواء، وساعتها هيفضل سليم مهما مر عليه سنين وسنين. صح يا حبي؟ والمادة اهي. كويس كويس يا ولاد، بس استنوا عليا 5 دقايق اخلص بس الصفحة دي. ممكن تنتظروا في قاعة التحنيط جوه؟ لا، أنا هستنى هنا عشان... جوه يا تيتي شيري. ياه، كل دي حيوانات متحنطة؟ ودي بقالها كام سنة كده؟
الشري بتدحلقي في ايه؟ هو ده فرفور اللي هرب منك؟ خسارة، كان نفسي انا اللي حنطه. دمكوا تقيل، لعلمكوا بقى فرفور لسه في البدروم. انا خارج العب قطة وبطة مع الكائن حابس نبي. ايه رأيك تجرب المادة على حاجة متحنطة من دول عشان لو فيها مشكلة نلحق نصلحها؟ صح يا سنوحي، وحوريك ان اختراعي حيقلب علم التحنيط. نرش الاسفنجات ده كده، ايه رأيك؟ شوف اللمعان. انت قلتلي المادة دي مكونة من ايه بالظبط؟ ابدا، مادة شمعية وحمض مركز، وبدل ما الموميا تعيش 5000 عام هتعيش 10 ثواني. برافو عليك، ده بقى رمادي يا ناصر. يا ولاد يا ولاد، تعالوا بقى وروني اختراعكم. قطة وبطة وجعرة نجني، مين في النطة دي احسن مني؟ حجلة واحد، حجلة اتنين، حجلة تلاتة. يا تيتي، ده مش مكان لعب. ها يا حبي، وريني معاك ايه؟ لا، ده حبي نسي اختراعه في المعمل، هنجيبه بكرة بقى. يلا يا تيتي شيري. يلا بينا يا تيتي، بطت ايه دلوقتي؟ لا لسه ما كملتش حجلة 12. يلا يا تيتي. لحظة واحدة يا ولاد. يا خبر، كتاب التحنيط. الكتاب بقى رماد، دي مصيبة، كارثة. ده والفرعون عرف هتكون نهاية لينا كلنا. هعمل ايه دلوقتي؟ كاهن حابو سنب، مش انت قلت ان في نسخة تانية من الكتاب؟ مستحيل اي حد يقدر يوصل لها. ليه؟ مدام معاك المفتاح وعرف مكانه. مقبرة الكاهن الاكبر حابو نبت الاول. المقبرة مؤمنة تأمين شديد ضد السرقة، واي حد يحاول يدخلها ممكن تحصل له مأساة. طالما هتدينا المفتاح هنقدر نوصل لنسخة الكتاب. أديكوا المفتاح؟ مستحيل مستحيل. حاجة من الاتنين، يا الفرعون هيعرف ان الكتاب اتحرق، يا تدينا المفتاح نجيب النسخة. المفتاح لا، مستحيل. يعني مستحيل مستحيل. مدوا يا ولاد، مدوا يا ولاد عشان نلحق نجيب المفتاح. انت فعلا قلبت علم التحنيط يا حامي. ما بقاش فيه تحنيط خلاص. يعني هو كان قصدي؟ انا عارف انه ما كانش قصدكم تعملوا النصيبه دي، لكن الحقيقه دي كارثه. اهم العلوم الحضاريه في طيبه والعالم خلاص بقت شويه رماد. هو انت مش حافظ اللي كان في الكتاب يا كاهن حابو سنب؟ لا طبعا، ولا حد يقدر يتصرف من غير الكتاب. دي خطوات كتيره ودقيقه جدا. بقى حافظة خطوات لعبة قطة وبطة كلها، ومعرفش الكتاب بتاعها فين أصلا. ده مفتاح خزينة الكاهن الأكبر حابو نبت. طب وإيه المشكلة؟ أيوه صحيح، ندخل نفتح الخزينة ونجيب الكتاب الأصلي. محدش عارف سر البوابة الأولى لغاية دلوقتي، لأنه موجود بلاطات قدام البوابة وفيها السر. زي المفاتيح السرية بتاعت الخزنة دي؟ تمام، بس التانية فيها 8 بلاطات، جربنا نضغط عليها بكل طريقة لكن مفيش فايدة. ودي حاجة ممكن تاخد 10 سنين عشان نحلها، ودي ورقة الرموز كانت مع المفتاح. ياه، 8 بلاطات على الأرض. وإيه صور الأطفال دي؟ محدش يعرف، بس المهندس اللي بنى المقبرة كان اصلا مخترع زي حامي، وبيحب يخترع العاب للاطفال. البلاطات ممكن تكون شفره فلكيه. لا يا حامي، انا تقريبا عرفت حلها. يبقى نروح على طول ونجرب هناك براحتنا. اهي دي البلاطات. ايه بقى الحل يا سموحي؟ ايه ده؟ كويس، هي جاهزه. على ما تفكروا سوا هلعب لي دول. قطة وبطة وجعرة نجني، مين في النطة دي أحسن مني؟ حجلة واحد، حجلة اتنين، حجلة تلاتة، حجلة أربعة، حجلة خمسة. إيه ده؟ البوابة بتتفتح. برافو عليكو، فتحتوها إزاي؟ استنانا هنا يا كاهن حابو سنب. أنا مش فاهم. المهندس المعماري ده عبقري، كان عاوز يضمن إن مفيش حد كبير يقدر يدخل يسرق. طيب انا هستنى هنا مع الكاهن حبو.
لا شكلنا هنحتاج الجوه. طب اتفضل يا كاين حامو، اتسنى لغاية ما نجيب الكتاب. لكن انا مش مطمن يا ولاد. لا ما تخافش، دي نظيفة ولذيذة جدا. سنوحي تيتي شيري، امشي ولا ساكت. حد مسكني من رجلي، الحقوني. دي عايزاك انت يا حبيبي. اقف انت وخلاص، الحقونا. ايه بس اللي خلاني اسمح لهم يدخلوا؟ انا لازم اتصرف، بس اعمل ايه؟ أنا لازم أبلغ هماني الصف. لو كنت مكاني كنت ترعبت. حادي حاول تركز شوية، بصوا ده باب السراديب. آه دي بقى ملهاش حل. تيتي ساعدينا يا حبيبتي، شايفة إيه؟ شايفة حب. يلا مين يلعب؟ حب وده نعمل بيه ايه؟ الرموز دي اشكال فلكية، بس لو نقدر. شمس قمر نجوم الليل. بطل اللعب يا تيتي شيري، خلينا نركز. اللعب يا حب انت نسيت. وبعدين بقى هنخليها تعمل حادي بادي. متهيألي السرداب ده. لا بقى ده عاجبني. اتفضلي يا زعيمة، حد يقدر يزعلك؟ اعترف بخطأ، فرق كبير بين الشجاعة والتهور اللي ممكن يعرضهم للخطر. احنا هنبقى في خطر حقيقي لو ما جريناش دلوقتي. انت قلتلي المهندس المعماري ده يبقى مين يا حابو سنب؟ هو نفس المهندس اللي بنى السراديب السرية لجد حضرتك تحت القصر الملكي. متهيألي يمكن احتاجك في القصر شوية يا تيتي شيري، وهتلعبي للصبح.